حطوا فيها عدادات او اجهزه تغيير العداد وتغيير البرمجه او المعايره. تخيل محطات واجد بدون وفيها شيء شركات تعتبر، لان عنده 40 الى 50 محطه ويعتبر غش فيها. ايش هو؟ تركيب اجهزه وريموتات عن بعد. يعني تخيل تعبي فل ب 100، بتعبي مهما تعبي السياره ويضحك عليك العامل ب 15 الى 20 ريال الى 25 ريال في التعبئه الوحده وانت معبي فل. تواصلت مع التقيس بس مو هذيك الفائده في التقيس، لانه ما عندهم دورات على الموضوع هذا. وفي ناس يقول لك فيهم في التقيس يقول انا عندي فوق 8000 محطه، كيف اغطيها المحطات؟ انا كيف اغطي المحطات هذه؟ وفي نفس الوقت لو طلع على محطه واحده ما يقدر يحصل شيء فيها، لانه ايش؟ ما عنده دورات. هو مهمته معايره وليس كشف الجهاز هذا. هو يعاير ويمشي، ما يفك المضخه. لو فك المضخه ما يعرف الجهاز هذا حق ايش اساسا، ولو عرف الجهاز ما يعرفه. لو يعرفه كان الناس تقفت الموضوع من اول من زمان.